صباح الخير، عاملين ايه يا شباب جونيور 6؟ النهاردة هنكمل مع بعض اخر جزء في يونت 5، اللي هو الجزء المتعلق بالريدنج، القراءة او نص القراءة. تعالوا ناخد مع بعض الاول الفوكاب بتاعتنا، الكلمات، وبعد كده ندخل على الريدنج. طيب بيقول ايه اول حاجة؟ crazy. crazy يعني مجنون. little يعني صغير. pest. pest يعني شخص مزعج. bother يعني بيضايق أو بيزعج. patient يعني صبور. older يعني أكبر سنا. old يعني كبير. older دي comparative يعني أو صيغة comparative اللي هي صيغة المقارنة، اللي هي بتاعت يعني أكبر من. older يعني أكبر. مثلا لما أقول إيه tall يعني طويل، taller يعني أطول، short قصير، shorter يعني أقصر، وهكذا. fair يعني عادل. attention الاهتمام أو الانتباه. spend time، spend يعني أقضي وtime يعني وقت. without يعني بدون. بعد كده البوكس اللي تحت، الكلمات اللي تحت، عندي كلمة problem مشكلة. dear يعني عزيزي أو عزيزتي. because يعني لأن. all the time يعني طول الوقت. friend صديق. room حجرة. things أشياء. mom يعني أم. brother يعني أخ. but ولكن. grow up يكبر. first يعني الأول. some يعني بعض. tell وبعد كده نقط to يعني يخبر أن. دي هناخدها في الشرح تحت. طيب تعالوا نطلع على الجزء اللي هو بتاع نوتس والملاحظات. بيقول لي going crazy. going crazy يعني يتجن. اوكي، هنا بيقول لي كلمة crazy تستخدم معنى مجنون، بس في الجزء بتاع reading بتاعنا جاية بمعنى شخص يشعر بالحيرة، يعني مش عارف يعمل ايه. without يعني بدون، يجي بعدها verb في ing. لما بيقول he takes my things يعني هو بياخد أشيائي أو حاجتي. without بدون، وبعد كده ask يعني يطلب، تمام؟ بس أنا هحط لها ing، يبقى asking يعني بدون الطلب أو بدون استئذان. طيب تعال ننزل على النوتس اللي تحت الملاحظات. بيقول إيه؟ tell someone. someone يعني شخص ما، يعني يخبر شخص ما to an، وبعد كده حط الانفينيتيف يعني يخبر شخص إن هو يعمل حاجة. Sarah told me يعني سارة أخبرتني to study hard أو قالت لي to study hard إن أنا أذاكر كويس. بعد كده عندي have to. have to يعني يجب أن أو لازم، يجي بعدها infinitive فعل في المصدر. he has to ask هو لازم. ask يعني يطلب. first يعني الأول، هو لازم يطلب الأول قبل ما ياخد الحاجة بتاعتك، لازم يطلب. طب إيه هنا هذا مستر؟ احنا قلنا have to معناها لازم، بس have to مكونة من have to و has to. have بتيجي مع I و you و we و they، و has بتيجي مع he و she و it. طيب بعد كده have a problem يعني لديه مشكلة. she has a big problem يعني هي لديها مشكلة كبيرة. ندخل على الجزء بتاع الريدنج بتاعنا. بيقول لي ايه هنا؟ عندنا في بنت بعت لزميلتها أو صاحبتها، بعت لها زي الليتر كده جواب، وبتقول لها إيه؟ Dear Sarah عزيزتي سارة، I am 13 years old أنا عندي 13 سنة، and I have وأنا عندي a big problem مشكلة كبيرة. إيه هي بقى مشكلتها؟ My little brother أخويا الصغير is a pest. pest يعني شخص مزعج. طب بيعمل إيه؟ He follows me. follow يعني يتبع، بيمشي ورايا، يعني لازق فيا على طول وماشي ورايا على طول. follows me all the time طول الوقت. and always ودايما. bother خد بالك من كلمة bother. bother غير brother. he and always bothers me ودايما بيزعجني. and my friends وبيزعج برضو أصدقائي. he goes into يعني بيدخل my room أوضتي.
and takes وبياخد my things أشيائي without asking بدون استئذان. My mom ماما tells me بتخبرني أو بتطلب مني to be patient. Patient يعني صبور، بتطلب مني أني أبقى صبورة. Because عشان I am older أنا أكبر، أنا الأكبر منه يعني. It's not fair يعني fair يعني عادل، وهي بتقول بقى هذا لا يكون عادل يعني ده مش عادل. What can I do؟ What يعني ماذا، كان ممكن I أنا do أفعل، أنا ممكن أعمل إيه. بعد كده كاتبة إيه، going crazy يعني هتجن. تحت بقى زميلتها أو صاحبتها ردت عليها قالت لها إيه، dear crazy يعني dear يعني عزيزتي، crazy إحنا قلنا كلمة crazy يعني مجنون، بس هنا يقصد بيها المتحير مش عارف يعمل إيه، فهي سمتها crazy يعني. قالت لها إيه، your little brother أخوك الصغير loves you بيحبك very much يعني جدا، and wants ويريد your attention. يلا ورايا، attention attention يعني انتباه أو اهتمام، يعني تقول لها أخوك بيحبك وعايز اهتمامك. spend time يعني أقضي وقت with him، أقضي وقت معاه. tell him وأخبريه he can إن هو ممكن use يستخدم your things حاجتك. but ولكن he هو has to لازم ask first يطلب الأول، ما ينفعش ياخد حاجتك من غير استئذان، اطلبي منه إن هو ممكن ياخد حاجتك بس يستأذن الأول. help him وساعديه find إن هو يجد some friends بعض الأصدقاء. and don't forget forget يعني ينسى، don't forget ما تنسيش، لا تنسي he will grow up ما تنسيش إن هو سوف يكبر، هو هيكبر كده كده. وقامت جايه كاتبه لها ايه في الاخر، ساره يعني ساره ده هو اسم صاحبتها اللي بعت لها الخطاب. تعالوا نرجع مع بعض كده ناخد الفيربس، فيربس اللي هي الافعال. الافعال عندنا ريجولر افعال منتظمه وريجولر افعال غير منتظمه. افعال منتظمه بنحط لها جي او اي جي او اي اي جي عشان نجيب الماضي بتاعها، وافعال غير منتظمه بنحفظها زي ما هي. طيب ناخد الافعال المنتظمه، follow followed ask asked love loved use used bother bothered borrow borrowed. regular الافعال غير المنتظمه، tell told spend spent find found grow up grew up go into went into. خدوا بالكم لما يبقى الفعل معاه preposition حرف جر اللي بيتحول للماضي هو الفعل نفسه، حرف جر يبقى زي ما هو. forget forgot. ندخل بعد كده على important expressions and prepositions اللي هي التعبيرات المهمة وحروف الجر. عندي تعبير اسمه follow me، follow me يعني يتبعني. it's not fair هذا ليس عدلا. he wants your attention يعني هو يريد جذب انتباهك. what can I do ما الذي استطيع فعله يعني انا ممكن اعمل ايه. تمام طيب بصوا حبايبي، عندي هنا اسئله اللي هي choose the correct answer اختار الاجابه الصح. دول هتاخدوهم homework، اعملوهم وابعتوهم لي على الواتساب. اوكي لو في حاجة مش فاهمينها اسألوني عليها. يلا باي باي يا حبايبي.